تيكون فاقد الوعي ديالو، هذا شيء اخر. كاين الحمد لله مستشفيات الامراض النفسيه، كاين الحمد لله اضرحه، التجا لمن ما بغى، ولكن يعفي الشعب المغربي من هذا الكلام ديال السفه، كلام الساقط، واتجه للعمل. السفهاء اصحاب السفاهه، والذين لا يمكن لانهم يعيشون في السفاهه ويتكلمون بالسفاهه ويتعاملون فيما بينهم بالسفاهه. لبستي الكرافات، الله يسهل عليك، الله يعاونك. درتي المبادر كحل، الله يعاون. ركبتي في المرسيدس كبيرة وطويلة، الله يكمل عليك بخير. جالس في الفيلا في حي الأميرات في حي الرياض منور بخير، الله يكمل بخير. ما بقيتي تشرب الماء بالروبيني، وبقيتي تشرب الماء غير الماء الممتاز، الله يعاونك. ونقصتو من اللحية، الله يعاونكم. غلاظيتو، الله يكمل بخير. ولكن الشعب شنو استفاد؟ الشعب شنو استفاد؟ جالس اللي جالس دايم تفكر كيفاش لبستي الدارات، وكيفاش واش كتاكل ولا ما كتاكلش، ولكن كيقوم على الخدمة ديالك، واش لابسي الطاولية ديال الحزب ولا ديال. ولما قرر أردوغان زيارة عبد الإله بن كيران، شعلت النار الآن في تركيا ولا زالت مستمرة. سي عبد الإله بن كيران كان سيتوجه إلى تشيك، وقعت الفيضانات ولم يصل إلى تشيك. إذا هناك شيء ما مقدر من عند الله، هذا الرجل يمكن قدامه ما مباركش، ما مساعدش. فيضان ديال تركيا، واش غندير؟ وبن كيران استعد ذاك الكرسي باش يحافظ عليه، ينكر ماشي غير ينكر الدين واصله وفصله باش يبقى في الكرسي. جاوا لعند هذاك الهبيل ديال فاس، قالوا له غير خرج من هذه الحكومه. قالوا لي والله اعلم، قالوا لي غير خرج من هذه الحكومه، هذه غادي تطيح ونعطيوك انت ولا شي واحد من دياولك الرئاسه ديال الحكومه. كيتيق. الان سي عبد الاله بن كيران تآخى مع الفساد. فساد وعبد الاله بن كيران سواسيه اليوم. حالة تزوج بالفساد، يعني راه اصبح رجل صافي لما لبس الكرافطة ولبس مزيان وحسن اللحية وركب السيارة الفاخرة وبقى تياخذ الأجرة في مستوى رفيع، والأمن تيتقدم له السيارة ديالو، والأمن من ورائه، والأمن محيط بمنزله كأننا في دولة غير مستقرة، ولي غارد كور تابعينه. راه اصبح رجل آخر اليوم. حنا أمام طاغوت اللي هو سميتو السي عبد الإله بن كيران. هادي 20 عام ما كانش عنده طوموبيل، وطلع للجنازة في تازا على في الطاكسي، واليوم ولادو كيمشيو في الطوموبيلات ديال 90 مليون. قولوا لي منين جاب هاد 90 مليون عباد الله؟ واللي كيولي عنده كيلعب في 500 هكتار بجوار مدينة فاس، هو اللي ما كانش عنده 100 متر مربع ولا عنده 500 هكتار. قال لهم عطينا من 6 شهور نغير المنكر في هذا البلاد، عطينا عام ونصف ما غير المنكر ولا هو المنكر. هذا الواقع. الأمين العام ديال حزب الاستقلال قلت ليه غير قول لنا الثروة ديالك، غير قولها لنا، حنا نعطيوك ديالنا في سبيل الله، غدا ما تعطيناش، غير خذ، غير خذهم بجوج. واحد مشى عند العمدة ديال المدينة قداشنا هي، وقال له اعطيني الرخصة لهاد التجزئة ديالي، قال له ما نعطيكش 500 مليون. ومشى كيدور الاخر تشبع، ما لقاش حل، رجع لعندو جاب له 500 مليون. على رئيس الحكومة اليوم أن يقول للرأي العام ما علاقته بداعش والنصرة وبالمخابرات الصهيونية الموساد. هذا شخص يعني ليس عنده ولا عند كلامه اعتبار، وكلامه أصبح في المغرب يتنظر به. سي عبد الإله بن كيران اللي تيدعي الإسلام، تبعته واحد الفيديو وهو يقبل زوجة السفير الأمريكي يعنقها من جهة، واش هذا هو المسلم؟ حلوا لي التلفزيونات، داروا لي الاتصالات، صفطوا للخارج، مشى للخارج شاف لا تور ايفيل، جا عند الحدادة ديال فاس قال لهم بنيوا لي لا تور ايفيل في فاس.
كاين مسخوط واحد هو عبد الإله، الأمر واضحة. كيظهر لي الآن تجربة أثبتت أن الأسلوب الشرطي في السياسة انتهى. نقول لنا واش هذا الشيء اللي كنتي كتقول ذاك الوقت واش كذوب؟ كذبتي ذاك الوقت؟ اعتذر دابا؟ أو لا صحيح؟ كيفاش متهم أنت وياه اليوم؟